استاذ احمد يا صحيح حمستك بايه دي؟ لا ده ازرع كل الارض مقاوم لا ده انا بفكر وبما اننا في رمضان نقول برضو من المسحراتي مسحراتي اشعار فؤاد حداد والحان سيد مكاوي هنقول القدس يا سلام مسحراتي يا مؤمنين من أراتي مد الأنين الله على رعشة الحنين عمره مكان الأمل ضنين يا قدس نورت السنين اصحى يا نايم وحد الرزاق رمضان كريم كأن عيني في ميتمي يا قدس ما يحتمل دمي إلا أشوفك وأرتمي وأبوس ترابك المريامي أبويا وابني على فمي ما تهشي يا قدس في المطال يا عاصرة مهجة الرجال سآك من دمعة الهلال يا قدس يا سبحة الشقاء الأعمى في سجدتك راء والفجر من صخرتك ساء يا قدس تتفجر الجراح والصبر حرب وأيوب صلاح يا أخت من مكة والبطاح قلبي انضرب للعرب وصاح لابد من فتح في الصباح المشي طبلي والدق على طبلي ناس كانوا قبلي قالوا في الأمثال الرجل الدب مطرح ما تحب وأنا صنعتي مسحراتي في البلد جوال حبيت 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 ودبيت كما العاشق ليالي طوال بكل شبر وحتة من بلدي حتة من كبدي حتة من موال لما تقول أجمل ما في الدنيا المية للعطشان يعرفوك عربي أما للراوي ريحة البرتقان في مداخل يافا يعرفوك عربي لما تقول يا رب يعرفوك عربي لما تباشر جهادك ترمي أوتادك في قلب دابح ولادك يعرفوك عربي اصحى يا نايم اصحى يا نايم اصحى وحد الدايم الله يرحمك عم فؤاد ويرحم سيد مكاوي طبعا عم سيد مكاوي